السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا المواليد برج التور. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. برج التور دي قراءه دقيقه جدا، القراءه دي بتعجبكم طبعا انتوا علشان خاطر بتكون دقيقه لكل تفاصيل حياتكم. هديلي اعصابك خالص وركز في قراءتك، ما تنساش طبعا اللايك الجميل والتعليق اللي بتصلي فيه على الحبيب، وطبعا ادق التفاصيل هتسمعها ان شاء الله، واللي تسمعه تقولوا لنا بسم الله ما شاء الله اللهم صل. فوق دماغك بغبغان عمال ينق، غراب بينق عليك وظلمك. انت هنا في اشتياق بس ساكت، يعني انت عندك اشتياق ولهفة بس ساكت وكاتم مش قادر تتكلم من كتر الاشتياق واللهفة. دموعك نازلة على طول، مش بتنام الليل، طول الوقت عندك كمية سهر رهيبة، سهران او انت اليومين دول. في كمان تعب انت مداريه، يعني انت تعبان بس مداري وجعك، مداري اي حاجة في حياتك، وتقول انا مش مينفعش ابين اني انا محتاج حد جنبي، ما بتحبش تبين. عشان كده دايما اقولك كبرياءك مرفوعة لفوق. في نفس الوقت عندك مواجهة من اشخاص حواليك، انصحك ان انت تخلي بالك من كل شخص ممكن يستغلك، من كل شخص مش حابب لك الخير. وبيبي مشكلتهم ان هم بيعرفوا ازاي يبينوا ازاي نحبوك. المشكلة العاطلة اللي عندك هتتحل وقريب جدا، ما تقلقش، علشان انت عمال تفكر وبالك مشغول. انت عندك ميزة حلوة جدا ودي مميزاك عن غيرك، ما بتعرفش تفرض نفسك على حد. لو انت محتاج الشخص ده وروحك فيه برضو ما بتعرفش تفرض نفسك عليه، بتقترح عليه الموضوع. تمام تمام مش تمام، خلاص كل واحد من طريق تاني. في هنا اتفاق حلو مع حد، بس الفترة دي انت داخل في عزلة تاما ومش عايز تتكلم ولا عايز تعاتب، ولو حصل عندك عتاب برضو ما بقاش ليك نفس تتكلم، يعني اتغيرت، ما بقيتش زي الاول، بقيت شخص مختلف، شخص اتغيرت عن الاول بشكل كبير وبشكل كمان جذري. ليه؟ علشان تعبت. وفي موضوع هيفرحك هيتم على خير. مين كمان هنا اللي ملهوف عليك ونفسه يسمع صوتك، نفسه يكلمك؟ شخص بينك وما بينه ممكن يكون بينك وما بينه مواضيع الايام اللي جاية، هو ملهوف عليك قوي ونفسه يشوفك بس ساكت وما بيتكلمش. في كمان هنا ان انت اليومين دول حرفيا ما بتقومش من على السرير، بردان، الجو معاك مش متظبط، انت حاسس ان انت يعني في حاجه مش متظبطه معاك، رغم ان انت كده متكتف بس عندك انفراجه حلوه. ليه عندك انفراجه حلوه؟ علشان في ست بتدعي لك، ست كبيره بتدعي لك. انت دايما بتحب تعمل الخير وبتعمل الخير، مشكلتك في حاجه حلوه ميزه، بتعمل الخير وما بتطلبش بيه، يعني ما بتقولش عليه، بتعمل الخير في الدنا وما بتتكلمش. بس ما تزعلش مني، انت اهلك مش ما بيحبكش، يعني مش بيحبوك، بس بصلك على رزقك، بصلك على كل حاجه في حياتك، حاطين عينهم عليك، بيحاولوا يستغلوك، بيحاولوا يطلبوا منك حاجات. فيعني خلي بالك، يعني ما تديش الامان او الاهل، يعني كن حريص، خلي بالك من نفسك، احرص على فلوسك، امسك على ايدك شوية، ما تكونش متسرع في صرف الفلوس، يعني خلي بالك من نفسك. فالعزلة اللي انت فيها هتتغير، والامور اللي انت فيها هتنجح وهتدخل في فترة راحة. هتعرف يعني انت سبت ناس هيعرفوا بقيمتك قريب جدا وهيجولك وهيكلموك. انت مستك حاجة واحدة، عندك رؤية الاحداث قبل ما تحصل، الحاسة السادسة عندك واخدة دور كبير جدا.
من الواضح قوي ان انت مريت بأزمة حاليا، من الواضح قوي ان انت مصدوم وواخد على خاطرك، بتحاول تطلع من كلمة اليأس، بس دايما حاسس ان انت وحيد وان مفيش استكمال عندك، في تغيير عندك يخص حياتك. الضلمة اللي انت فيها هتخرج منها للنور وهيبقى بشكل ملحوظ. الله اعلم الفلوس اللي جايالك دي جايالك منين، في ورث، في مواضيع، الله اعلم، بس انت هتمسك مبلغ حلو في ايدك وهتبقى ناوي تعمل منه حاجات كتيره، وبتفكر كتير برضو، عندك طاقه تفكير رهيبه، عندك علامه زرقاء، العلامه الزرقاء دي لازم تحصن نفسك منها، يعني انت علامه الزرقاء دي بتدل ان انت لازم تحصن نفسك في اقرب وقت منها. ليه؟ علشان الكلام الكتير، كلام الكتير والتعب النفسي اللي انت فيه. انت بتاخد علاج او في حد عندك بياخد علاج، عندك ابراج هوائيه ناريه، خلي لي بالك في شخص بيراقبك، والشخص ده خلي بالك زي ما قلت لك هو بيحبك بس بيراقبك. في كمان تهديد، في علاقه تهديد عندك، يعني في حد بيهددك بحاجه، ماسك عليك حاجه، او انت خايف، عارف نقطه ضعفك، الله اعلم، بس انت ناوي تطلع من اللي انت فيه وهتطلع بشكل حلو، يعني انت ناوي تطلع فهتطلع. في كمان هنا مناسبه حلوه هتفرحك، موضوع هيتم عندك، استكمال حاجه هتحصل، الله اعلم، بس انت عندك هنا فرح، عندك خطوبه، زواج، عندك فرح، فرحه حلوه هتحصل لك قريب جدا. ليه؟ علشان قلبك طيب، قلبك طيب قوي، بس حظك هو اللي قليل، ما تقلقش. نهايه الياس فرج، نهايه الظلم حياه جديده، حياه جميله. انت هنا اجمل ما فيك ان انت الايام دي حرفيا طلعت ناس من حياتك ملهاش اي لازمه، خرجتهم وطردتهم، فمن الافضل ان انت تبص لنفسك بشكل مختلف وتاخد بالك كويس جدا من الحيه اللي بتدور عليك وعايزه تدمرك. انت متالق بس مش عايزك تثق في حد بسهوله، يعني دي نصيحتي، ما تثقش في حد بسهوله. عندك حسد شديد من المقربين لقلبك، وعشان كده عندك نفور مع الشريك وخصوصا في علاقاتك العاطفية. في هنا حد انت مش طايقه ولا طايق تشوف وشه ولا طايق حتى تتكلم معاه. عارف ايه مشكلتك؟ الوسواس القهري اللي مش سايبك في حالك، مخليك مش قادر تستمتع بالحياة وبتدور لأي علاج يعالج الوسواس. انت بس اهدى كده وهدي أعصابك، هتلاقي الدنيا بدأت تتظبط معاك. اقول لك على حاجه، في ست عايزه تمشيكم في طريق مش لطيف، خلوا بالكم، الصدمه اللي انت فيها دي هتطلع منها. ليه؟ علشان هتكون متالق وهتكون ناجح الفتره اللي جايه، وخصوصا النجاح العظيم اللي انت هتعمله، خصوصا الحياه الجديده اللي انت هتكون فيها الفتره اللي جايه، فتره تغيرات، فترة راحة من بعد التعب، وحان وقت ان انت تاخد القرار العظيم اللي هيكون عندك، حان وقت ان انت تبص لنفسك، حان وقت ان انت تنجح، حان وقت ان انت تاخد كل خطوة بشكل مختلف في حياتك. الوسواس ده تطلع منه، القرار اللي انت تاخده هينصرك على اعدائك كلهم وهيخليك تكمل الطريق الصعب اللي انت مختاره، وفي نفس الوقت هينجحك بشكل كبير جدا. الفترة دي من أكتر الفترات عندك علامة استفهام في مواضيع كتير، يعني انت عندك كذا علامة استفهام في كذا موضوع، انت حيران فيه ومهموم. عارف مشكلتك ايه؟ ان انت شايل هم الدنيا على كتفك، هتفضل لحد امتى كده؟ انا اللي عايزه اوصله لك ان انت ما كنتش كده، انت اتغيرت، يعني
ممكن يكون حصلت حاجة في حياتك كتير وحصل بصراحة خلاك توصل للمرحلة اللي انت فيها، منتظر الفرحة وما بتجيش. بس عندك هنا بشرة، بشرة حلوة جدا، هتفرح وهيبقى هتبقى بمنصب حلو. بس انت عندك ضغوط نفسية كبيرة اليومين دول، وعين قوية بتراقبك في كل تفاصيل حياتك. في عزومة، عزومة ولمة حلوة كده هتكون مبسوط بيها، هتفرح أوي. انت هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك عندك تحقيق أمر، الله أعلم الأمر ده ايه، أمنية ولا موضوع ولا تغيير عتبة، قولي بقى. في كمان جملة بترددها دايما كل ما بتحس بالخنقة والضيقة، كل ما تحس ان انت خلاص مش قادر تاخد نفسك بتحس ان ربنا بعت لك حاجة جديدة. حصل ولا ما حصلش؟ ربنا هيبارك لك في ايامك وهيفرحك، ما تقلقش. انت بس مشكلتك ايه اليومين دول؟ ان انت طلعت فكرة الجواز والعاطفة من بالك ورميتها بره، طلعتها بشكل كبير وقلت الحب ده مش سكتي ولا طريقي. ليه؟ علشان خلاص مش لاقي حظك، او حاسس ان انت حظك قليل مع الاشخاص اللي هم في حياتك، فقلت خلاص استوب انا مش عايز حاجة منكم، قلت خلاص انا حان وقتي ان انا ابص لنفسي وافرح. بالفعل انت لازم تبص لنفسك وتفرح، طول ما ربنا موجود هيبقى املك موجود، ما تقلقش. في كمان هنا حد بيحاول يتكلم في ظهرك، يتكلم في جاي في سيرتك، وفي جاي في سيرتك في سيرة مش كويسة، بس انت برضو هتاخد حقك. يعني انت هنا هتاخد حقك تالت ومتالت. بس انت انا شايفاك مخنوق ومتضايق ومحبوس، قافل على نفسك ببان. ليه قافل على نفسك وساكت وكاتب؟ ضغوط ضغوط ضغوط، هتفضل لحد امتى مضغوط؟ لا اطلع من اللي انت فيه، مفيش حاجة تستاهل الحزن ودموعك اللي نازلة دي. انا انت صعبان عليا ليه؟ علشان مخنوق ومتضايق، وانا مش حبالك الخنقة ولا حبالك التربيطة اللي انت فيها. انت هتفرح قوي، خلي بالك. ليه؟ علشان هيكون بعد الضيق فرج. بس انت اليومين دول حرفيا مخنوق، علشان عليك ايجار، عليك قسط، عليك حاجة في الفلوس، فطبعا دي حاجة مضايقاك ومخلياك ساكت وما بتتكلمش. في مواضيع متعلقة بأطفالك أو معلقة بحد يخصك وقلقان عليه وزعلان. بسم الله ما شاء الله عليك. في هنا يعني من 20 لـ30 سنة، مين اللي عندكم في السن ده؟ انتوا ولا حد؟ 22 23 24 25 6، من 20 لـ30 سنة، مين اللي عندكم الحد ده؟ حد كده هو كويس مش وحش عشان ما تسألونيش، الحد ده كويس، شاب عندكم كويس جدا وبيتلاقوه حابب الخير لكل الناس. حاولوا تنصحوه وما تخلوش يسمع كلام حد وما يرميش ودنه لحد، بالاخص ان في فتاة بتلعب عليه، في فتاة عندكم بتلعب عليه. بتقول انا فاتت سنين من صدمات وضربات قلب سريعة، فاكيد ربنا هيفرحني وهيديني القوة. بالفعل فرحة، تغييرات حلوة، منتظر فلوس تاخد بيها حقك، منتظر انتصار عظيم الفترة اللي جاية. عارف ايه المشكلة عندك؟ ان انت لما اخدت الضربة في ظهرك، متألق دايما ومتألقين دايما وواثقين في كل خطواتكم، بتحطوا رجلكم على الارض وانتوا عارفين رايحين فين وجايين منين، بتحافظ دايما على كبريائك، بتحافظ دايما على كرامتك، بتحافظ دايما على تألقك في الحياة، كلامك قليل جدا، تتكلمش، وعشان كده هيبقى فيه مواجهة، والمواجهة دي انت هتتكلم والطرف التاني هيتكلم وانت اللي هتطلع منصور.
ليه؟ علشان هتحط له حد بينك وما بينه. بس انت حرفيا اليومين دول تليفونك صامد، مش عايز تتكلم مع حد ولا حد يكلمك، حتى تليفونك وضع الطيران، حس ان انت كاره الحياة. واكتر حاجة اقدر اقول لك وانا واثقة منها العلاقات، او علاقاتك مع الابراج النارية، علاقات عاطفية، علاقات شغل، بينك وما بين الابراج النارية كلام. لو انت عندك علاقة من الابراج النارية اقدر اقول لك ان في طرف ثالث بيتدخل في خصوصياتك، بيتدخل في خصوصياته هو وواخده منك، الطرف الشريك في علاقة تانية. بسم الله عندك هنا حد هيقف جنبك وهيساعدك يعني هيقف جنبك كده، وهتلاقيه حاطط ايده في ايدك وحابب لك الخير دايما، وحابب ان انت تكون متعلق. في هنا قعدة حلوة، كلام حلو هيتقال، لمة حلوة، في يعني حاجات حلوة هتحصل. بس انت اليومين دول تعبان، واخد على خاطرك من ناس، واخد على خاطرك من اشخاص حواليك. في مش هقولك انه في ركود ورا، في حيرة، بس انت متخان او مصدوم، واخد على خاطرك من هم كبير انت شايله، او من موضوع كل ما يتفتح قدامك انت بتزعل وبتاخد على خاطرك اكتر. في سحر بيتعمل لك من حد قرايب اهل الاب، مش اهل الام، اهل الاب. عندك مرات عمة مش سايباك في حالك، مبينه ان هي حبيبتك قدامك، وانا هعمل لك اللي انت عايزه، بس هي خبيثه ومش كويسه. الفتره دي انت منتظر فلوس، منتظر عقد عمل، مطالب حاجه من حد، ومنتظر يرد عليك، الله اعلم. بس انت عندك كميه انتظار رهيبه، فحان الوقت ان ربنا يجبر بخاطرك. عندك حرف الالف، حرف الياء، حرف الفاء، دول موجودين في حياتك، والميم هيكون في بينكم كلام الايام اللي جايه. في هنا كمان الحاجة اللي انت عمال تشكي منها، اذا كان الم في ظهرك او المعدة، خلي بالك انت مأهمل في صحتك اليومين دول، وضاغط على نفسك في حاجات ما ينفعش فيها الضغط. يا ريت تهدى شوية كده وتفكر، انت اللي عندك المشاكل دي اللي مخليلك عامل مشاكل الايام دي، الحسد الشديد اللي عليك بقالك 3 ايام او يومين، حيران ومخنوق وحاسس ان روحك بتطلع. ليه؟ بسبب المشاكل اللي انت فيها، وممكن كمان يكون ده وقت تجديد السحر اللي عندك من الاشخاص اللي موجودين في حياتك. خلي بالك حرف السين، حرف الراء، حرف الحاء، الثلاث حروف دول انصحك ما تتعملش معاه، انصحك تقطع علاقتك بيهم. والطرف الثالث اللي بيتدخل في كل امورك عامل لك مشاكل. عقربة حية تعبانة، العقربة دي يعني هي مش متكلبة المزاج، هي أخبث خلق الله، بومة عمالة تتعب فيك، عمالة تضايق فيك، وانت مسلم أمرك لربنا وقلت يا رب أنا تعبت. لو عندك حاجة مع حرف الام، علاقة مع حرف الام انتهت، في رجوع، في كلام، في مواضيع هتتفتح، واديني بقولك تاني عشان تفتكر الكلام ده كويس. انت بس اللي خرب بيتك واللي تعبك يا اقرب مليك، اللي عاملين حبايب، اللي عاملين اصدقاء، اللي عاملين ان هم حابينك، حابينك وحابين الخير ليك. خلي بالك واكتب مداري شويه على لسانك. ليه؟ علشان انت اللي فيك مكفيك، مش ناقص. عندك الم في الظهر وخصوصا الركبه، مش قادر تحط رجلك على الارض، حاسس ان بيتك في حاجه غلط، حاسس ان انت بتصحى الصبح تبص على عتبة البيت بتلاقي مية مرشوشة، بتلاقي نجاسة قدام البيت، ودي حاجة بتزعلك وبتقول ان الله مع الصابرين. في طاقة انتظار، في كمان هنا حد بينك وما بينه اختلاف، بينك وما بينه هيبقى، او بينك وما بينه، بينك وما بينه اختلاف. اقدر اقول لك ان انت عندك اخت، الاخت دي يعني مش عايزه اقول لك هي بتتمنى لك الشر ازاي. اخت ومرات اخ حاطينك في دماغهم،
ما وراهمش حاجة، مشكلتهم انه عارفين بيستغلوك ازاي، عارفين ازاي يجيبوك، وانت علشان طيب ومعنوياتك اليومين دول تحت الصفر، لو حد قالك اي كلمة انت مش قادر خلاص. ليه؟ علشان انت حاسس ان انت اتظلم. لو عندك علاقة مع الابراج الهوائية، ممكن يكون في كلام الايام اللي جاية، في رجوع، في ورق هيتفتح تاني. اليومين دول انت داخل في صفقة، داخل في عرض جديد، شغل جديد، انت عندك حياة جديدة، خلي بالك، وهيبقى عندك كمان التزامات اكتر هتزيد عندك. عندك خطوبة هتتم، او خطوبة هيبقى فيها كلام، بس في خطوبة عندك حلو. اتهنت، حصل اهانة عندك او حد ضحك عليك ومستني رد اعتبار، مستني حقك يرجع لك. مظلوم وحاسس ان انت تعبان، في هنا خنقة وضيقة بتجيلك من غير سبب، خانقة وضيقة بتجيلكم من غير أي سبب. في نجاح في دراسة أو نجاح في إمضة، هتخلصوا ورق عندكم في حياتكم، والورق ده هيكون من صالحكم. الورق ده عاطل وعمال تدعي ربنا وتقول يا رب أنا مستني. في مواجهة هنا، مواجهة مع شريك، مواجهة في كلام عندك، يعني في مواضيع هتتقلب. دايما اقول لك انت في حياتك واحده منقبه، من جيرانك او من اقرب مليك، انت شاكك في اتنين منقبين، خلي لي بالك منهم. انا دايما اقول لك خلي بالك من المنقبين، علشان بيبينوا ان هم كويسين، بيبينوا ان هم مفيش زيهم. في كمان حد زعلان منك بسبب كلمه انت قلتها من غير ما تقصد، كلمه حصلت، يعني حصلت كلمة منك زعلت حد منك، فياريت تراجع حساباتك وتخلي بالك لو في حد زعلان منك تصالحه، علشان انت يعني انت مهموم وشايل هم الدنيا وبتلملم اوجاعك وساكت، فما تخليش حد يزعل منك، ولو حد زعلان منك صالحه. وعيد اختياراتك في الناس، فكر كل حد في حياتك ليه وعشان ايه وعايز مني ايه وهيعمل ايه. فكر كل شخص في حياتك ايه علاقتك بيه، فكر كل شخص في حياتك ايه اللي بينكم وما بين بعض. انا انصحك ان انت تفكر كويس جدا وتربط احداثك شوية بالاشخاص اللي حواليك. في حاجات انت بتحبها ناوي تعملها، بس عندك نقطة من اول السطر، في نقطة عندك هتحطها من اول السطر. عارف مشكلتك ايه؟ ان انت بتغلي ناس رخيصة، معلش، بتيجي على نفسك علشان ترضيهم، وبتغليهم وبتعمل لهم سعر، وعشان كده انت في ضغط نفسي عليك، حزين ودموعك على خدك، وبتقول يا رب انا بعمل كده علشان خاطرك انت، فاكيد انت في يوم من الايام هتنصرني، اكيد في يوم من الايام هتوفقني في حياتي. انت دايما متكل على ربنا، دايما بتدعي ربنا ان ربنا ينصرك، ربنا يوفيك، دايما عندك ادعية كتيرة جدا في بالك، فما تقلقش خالص، عشان الفترة اللي جاية هيكون فترة ازدهار بنفسك، وهتكون مزدهر بكل خطواتك اللي انت هتخطيها في حياتك بإذن الله. انت دايما متألق، وعشان كده بيكون عندك ثقة بالنفس الفترة دي. ولو عجبتك القراءة طبعا ما تنساش تقولي في الكومنتات، وما تنساش اللايك الجميل والصلاة على الحبيب، وتركز في قراءتك الفترة دي، عشان هيكون عندك تغيرات حلوة مع تبشرات بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، هيكون عندك كلام كتير وأحداث حلوة. تحياتي ليك، وأتمنى لك الخير والسعادة والهنا.